حضرتك قلت لي وقف هنا. يعني هو بقى انا عايز افهم ايه الحكايه دي. ايوه. طب ما هو امتى هي تبدا تعتد؟ لما يفتيها المفتي اللي هيرجعوا له بانه ده طلاق منعقد. ايوه. فقال لها طلاق منعقد تبدا تحسب عدتها. تمام. يبقى عارف حضرتك المثل اللي كانوا بيضربوه زمان كده، يقول له يا شيخ ينفع الصلاه من غير وضوء؟ قال لا ما ينفعش. قال له زي ما عملتها ونفعت. ايوه هي كده بالظبط. ايوه بالظبط. لكن هي بعد ما اتطلقت، بعد ما اتطلقت اعتدت؟ قال لا ما اعتدتش، ما جاتلهاش الورقه. خلاص ده عمرو قال له فتوى جامده، قال له ما اعتدتش وما اتطلقتش. يبقى التخريف الذي لم يقل به احد. أيوه. من هذه الامه، من اهل العلم، في هذه الامه لا سلفا ولا خلفا، بل أيوه. الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى الهزار أيوه. فيهم جد. ده هم عم يضحكوا هم بيتكلموا في الطلاق. ما فيش واحد ينفع يقول لمراته انت طالق ويقول معلش يا شيخ والله انا كنت بقولها هزار، كنت بجرب الكلمه. ما ينفعش ده في الشرع. أيوه. تمام. فاذا كان الطلاق باللفظ الصريح وبغير غضب وطلاق سني على رأي ابن تيمية، ما وقعش طلاق بدعي في حيض أو في طور سبق فيه جماع، فانعقد بمجرد التلفظ. بس احنا ما وثقناش يا دكتور. ما شاء الله ما توثق. التوثيق أثر من آثار الطلاق وليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا. أيوه. تمام. ملوش علاقة بالدائرة الشرعية لاكتمال العمل. تمام. لا في الزواج ولا في الطلاق. يعني لما قعدوا في الجامعة يا أستاذ أحمد وقال له يا عم الحاج انا بطلب ايد بنتك، قال له يا ابني جوزتك، قال له يا عم الحاج قبلت. ايوه. تمام. وعملوا صيغه العقد اللي احنا عارفينها في المسجد دي. انعقد الطلاق، انعقد الزواج، انعقد الزواج وصار الزوجات اللي هو الاشهار ده. ايوه. صار مجلس العقد ينعقد به الزواج انعقادا شرعيا تاما وباتا. تمام. طيب هيروحوا بعد كده يوثقوا. طبعا تروحوا توثقوا. استكمال اوراق بقى وحفظ حقوق. التوثيق فيه مصلحه اضافيه زائده على اصل العقد لا يتوقف عليها عقد الزواج. نعم. ولا تتوقف عليها صحته. تمام. وانما العقد ينعقد بركنيه الايجاب والقبول، العرض والطلب والموافقه، وبعد كده بشروطه. أيوه. الشهود والإشهار والمهر وإلى آخره، وبعد كده التوثيق عمل إضافي مصلحي محترم واجب لحفظ. أيوه. الحقوق. نعم. مش واجب لإثبات الزواج، فرق كبير جدا. أيوه. والتوثيق يا أستاذ أحمد معمول علشان يصح الزواج ولا عشان تحفظ الحقوق المترتبة على الزواج؟ لكي تحفظ الحقوق المترتبة على هذا. أيوه. ما تجيش تقول لي بقى هو ينفع عقد زواج من غير ما يبقى فيه ورقة؟ ينفع من غير ما يبقى فيه ورقة. الورقة ديت واجبة شرعا، انا مش بقول انها تترك ولا تهمل. أيوة. لكن وجوبها ليه؟ لحفظ الحقوق مش لاقامه اركان وشروط. أيوة. الزواج وواجباته. نفس الكلام في الطلاق. الطلاق ينعقد بمجرد تلفظ الرجل. نعم. بشروط التلفظ بالطلاق. طيب. فلفظ صريح مع النيه مع انتفاء موانع الطلاق انعقد الطلاق. طيب. طيب انعقد الطلاق، ينفع تقول لي هي اعتدت ولا لا؟ لازم تعتد. أيوة. ما دام طلقها يبقى حاجه من حاجتين، يا راجعه يا عده. ايوه. يا يرجعها اذا كان الطلاق رجعي، يتعتد إذا انقضت العدة من طلاق الرجعية تبين بينونة صغرى وتروح بيت أهلها.